الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 16 من شهر بشمس المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الأنجيل الرسول في مدينة الإسكندرية، والقديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير. بشر في آسيا الصغرى وأسس السبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا، كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاث رسائل وسفر الرؤيا، ولقبته الكنيسة برسول المحبة لأن رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي يا أولادي أحب بعضكم بعضا. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.